وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أغلظ علينا في سؤاله فقال: أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة لكتمك لي، أرجو منك تكرما وأمرا أن تلقي هذا السؤال على الشيخ في حيرة الزائدة فيها. لا حول ولا قوة. الله يسلمنا على علم الخير. نعم نستمر فيه شيخ. نعم. قال: فأرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه، أرجو أرجو أن تطرحه. أي هذا خير إن شاء الله. عندنا إنسان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم. نعم. يقول: عندنا مدرس يقول إنه سلفي وإن جماعة التبليغ مبتدعين والإخوان وسيد قطب وطارق السويدان ضالين مبتدعين وهم من الإخوان. يقول: من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ؟ وضح لي ذلك يا شيخنا، فقد زادت حيرتي وتشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا، فهل كلامه صحيح؟ في كتب يا أخي، في كتب مؤلفة تبين من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم، وفي كتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم. اطلبها من الأسواق واقرأها وتعرفهم إن شاء الله تعالى. تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، وتعرف من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم. وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلف الصالح، من كان على منهج السلف الصالح يقال له سلفي، ما على منهجهم حقيقة، ما هو انتساب فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة، هذا هو السلفي. نعم في كتب معينة. نعم إيه؟ كتب عن التبليغيين، كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعية الباكستاني، وكتاب لتقليد الدين الهلالي المغربي، وكتاب للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجهم، مكتوب عنهم كتابات. الإخوان المسلمون أيضا عنهم كتابات بينت منهجهم، منها كتبهم هم، اقرأ من كتبهم وتعرف دعوتهم ومنهجهم وما هم عليه. وكتب البنا مذكراته، كتب سيد قطب وخصوصا معالم الطريق، هو الذي كتب هذا وبين منهجه. والذين ردوا عليهم أيضا تعرف وش الأغلاط اللي عندهم من الكتب التي ردت عليهم، وهي كثيرة. نعم.